على فكرة بهاي الأعمال اللي طلعت برمضان أكو ممثلات واو. هو جايش بسأل زين منو عجبتش بهذا رمضان؟ بروفيشنال يعني ذولي اختصاص تمثيل والمخرجين أبدعوا. شنو عمل عجبك تابعتي؟ بنات صالحة تابعتها. منو ممثل لفتت نظرك من الجيل الحالي؟ براء. براء الزبيدي. جنن. شنو عجبك بها؟ كتكوتة بيبي فيس وجهها حلو ما عدا تصنع ملامح وجهها وتعابير الممثلة الحقيقية. هي أول عمل لها؟ أعتقد ثاني أو ثالث. لا كعمل بطولة. اي يعني طلعت قبل بهذا كان مظاهرات نسيت شنو اسمه. لا هذا العمل لا يعني ابدعت هاي الانسانه بعد سنه سنتين كممثله اقدم منها. ايش تنصحيها نصيحه؟ انصحها لثق بالصديقات اللي دار مدايرها. الصديقات مو بس اللي بداخل الوسط الفني. الصديقات اللي دار مدايرها لانه النجاح يخلي اعداء هوايه وغيره. طبعا غيره البنات ممكن توقعها. طيب فخليها على نفس البراءه وعلى نفس الليفل وخليها على نفس هذا الاداء اللي تاديه. اي لاف يو براء. انا ما ملتقيه بيش بس تجنينين حبيبتي انت وبيداء المعتصم ابدعت. طبعاً. بيداء تجنن طلعت همينه وهواي هواي يعني عندنا هسه بهذا الجيل نعم يجننون.